هحط بقيه اللحمه اللي عندي في الكبه في الكيس اهو بالشكل ده، كيس حلواني، كيس ثلاجه، اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه اهو بالشكل ده كده. فكره لطيفه وسريعه ولا تشكلوا بقى واحده تطلع حجم واحده تطلع حجم، بسيطه جدا وتشكيلها سهل جدا اهو. بطلع كده اي هواء عشان لما اجي اشتغل ما تبقاش عامله عندي فراغات اهو اهو، خرج اي هواء من الكيس اهو. هبدا احط شويه زيت هنا مثلا، تمام، على النار، وهبدا ان انا برضو بالمقص اهو وابدا اقص بنفس الطريقه دي كده، بعمل كل الكميه اللي عندي. حطينا ايه في الكبه؟ حطينا نص كيلو لحمه مفرومه، حطينا عليهم بقدونس، وحطينا عليهم بصلايه حلوه كده يعني مفرومه بالميه بتاعتها بكل حاجه، سواء مبشوره او حطيناها في الكبه تتفرم الاول، وحطينا كمان ملح وفلفل وبابريكا ورشه بيكربونات، وحطينا عليهم الربع كوبايه ميه ومعلقه كبيره من الدقيق اهو كده بالشكل ده كده. بصوا بمنتهى السهوله ساره، صباح الفل، ازيك يا ساره؟ ساره معانا على التليفون؟ ايوه شفت معاك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انت دايما يا رب حبيبتي، دايما طمنيني عنك. كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل. تسلم ايديك والله. الله يخليك، الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. كنت عايزه سؤال بسيط بس. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. ايه الفراخه اللي هي كانت بالبصل دي؟ الايه اللي بالبصل؟ اه والسماء دي. الفراخ محمر الفراخ اللي كنا عاملينه؟ اه ايوه. دبس الرمان يا شيخ يعني مش متوفر، ممكن استبدله بحاجه ولا ممكن عايز. ممكن تحطي معلقه صلصه، ممكن تحطي معلقه صلصه بس، وما فيش مشكله، ممكن تشيلي دبس الرمان، مفيش مشكله خالص. خلاص ماشي يا حبيبتي، ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا مجرد بقى ما بصوا بقى ضحرك كده الكفته، بصوا ماسكه نفسها ولا الميه فكتها ولا اي حاجه، اهي كلها على النار كده بالشكل ده، ولا اي حاجه فكت. انا حبيت اوريها لكم في الفرن وعلى النار، ولا هتفك ولا هتبقى سايبه ولا اي حاجه خالص. تعالوا نعمل بقى، خلاص فاضل مثلا صباعين كده عندنا ولا حاجه نعملهم عشان نبقى خلصنا كل الكميه اهو. خلصنا كده كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، تمام قوي كده. احنا كده خلصنا كل المقدار بتاع اللحمه دايما. والكفته طريه بقوم عامله موضوع اللي هي الدحرجه دي عشان بصوا اتاكد ان هي يعني زي الفل معايا. بصوا وكل واحده بوحدتها، مفيش ولا حاجه فكه ولا حاجه اتقطعت ولا فكت ولا اي حاجه، متشمعه وحلوه جدا. شايفين الحلاوه؟ حاجه كده مش قادره اقول لكم بجد، الوصفه دي تحفه، حلوه جدا. خلاص يبقى احنا بنسوي شويه على النار وشويه في الفرن على حسب بقى ما انتم حابين تسووا هنا او هنا، وبعد كده هحط لها فحمايه كده ايه ادخنها شويه، وبتبقى في منتهى الجمال. احنا كده خلصنا الوصفه كلها، احنا كده عملنا شويه كباب باللحمه المفرومه، حاجه كده في منتهى الجمال. اول ما تستوي هوريها لكم واوريكم قد ايه جوسي ومن جوه عامله ازاي والكلام ده كله.